مرحبا، كيفكم؟ خالد الراشد ابو طه كندا. هون ليكوا العالم، هيدي عم تعبي بنزين لإلها، بتحط الفيزا كارد وبتعبي. فيش حدا بيعبي بنزين هون مثل الدول العربية، بيجي واحد بيعبي بنزين. هي بقلب المحطة، هي هون كل واحد بيعبي بنزين لحاله بكندا، شايفين؟ هي هلا بتخلص، بتحط شو اسمه، بتحط الفيزا، بتحط قد ايه بدها وبتعبي. هاي بكندا الخدمة الذاتية. هلا وهذا نفس الشيء، عبى خلص قفل. هو ما فيش حدا يجي بعبي لك بنزين، الخدمة ذاتية. عشان انا بقول بيحسبوها اذا بده يجي يحط مصاري كعامل ككذا. مكلف الشغيل بكندا، مكلف. بدك تطفي؟ ايش الحال؟ هاي سهري عم بعبي بنزين للحق. شوفوا كيف بحط الهاي. هلا شو بتعمل؟ اعطيته مصاري؟ اعطيته مصاري، حط لي. ايه هون ما بتكبس شيء؟ تشيل النربيج بتكبس على هاي، بعدين بتبلش تعبي. بتكبس؟ ايه بتكبس هاي انت المحل، اي عيار بدك، اوكتان عندك 87 89 91 93. هون هو محل الفيزا وسام. كل واحد بس هي حط الفيزا وبتشغلها. بتحط الفيزا بعدين؟ بتحط السكيورتي، بتحط قد ايه بدك مصاري تعبي بنزين. اوكي، شغلي سهل. بعدين يعني بتشيل النربيج بتحطه محله، وبتنقل اي بنزين بدك وبتكبس على هذا، بيضل يعبي على الاماونت اللي انت حطيته. انا يعني عبيت 40، بيعطيني 40، بس توقف 40 بخلص. هاي هي طريقه عبايه البنزين. أي هيك من باب الفضول حطيت لكم اياها لتشوفوا كيف البنزين بيتعبى. فيش حدا بيجي بيعبي، بدول عربيه بيجي بتلاقي في عمال في كذا، حتى في مغسله السياره. هاي مغسل سياره، يمكن كار واش اكزيت، هاي اوتوماتيك يمكن. اوكي، يعطيكم العافيه.